السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تصريح. تفضل. شكرا. آه. مبنى الإداري لو سمحت. ساعات بنروح أماكن أبعد ما كنا نتخيل إننا نروحها، وبنشوف ناس ما كناش نتخيل إننا نشوفهم، عشان نجيب حكاية أو حدوتة نحكي عنها للناس يطلعوا منها بحكمة أو عظة، حدوتة تبقى نور ينور لهم لو كانوا ماشيين في طريق ضلمة، أو تبقى جرس إنذار ينبههم إن ربنا موجود. ادخل. صباح الخير. أهلا. أهلا بحضرتك، شريف نور الدين. أهلا رسا. أهلا بحضرتك. تفضل. تفضل يا أستاذ شريف. شكرا جدا يا فندم. أنا كنت جاي أقابل حضرتك عشان عايز أقابل متهمة موجودة عندك هنا. فكرني باسمها. مر السيد غراب. اشمعنى حضرتك يا أستاذ شريف عايز تقابل المتهمة مر السيد غراب وتقعد تتكلم معاه؟ عشان المتهمة دي تحديدا حدوتتها غريبة. التهم اللي هي متهمة بيها مش بس كبيرة، لا دي مخيفة. الست اللي تبيع عيالها وتقتل مرة واتنين، ترتكب جرائم عشان تحافظ على سرها أو عشان تجيب فلوس بأي طريقة، دي تركيبة تخض ونموذج خطر ملوش معنى غير إن فساد البيئة، حب المال وحب الذات، الفقر والجهل ممكن يخرجوا للمجتمع نماذج بشعة ومشوهة، لازم نحذر الناس منها. بس عايز أقول لك على حاجة، مرة مش هتتكلم معاك ولا مع أي حد. ليه حضرتك شايف كده؟ حضرتك المتهمة مرة كانت جاية في حادثة خطيرة، والحادثة كانت سببت لها غيبوبة، ومن ساعة ما فقت من الغيبوبة وهي مش عايزة تكلم حد ولا ترد على حد، وأثناء وجودها هنا المحكمة أصدرت ضدها حكم بالإعدام، والحكم ده هيتنفذ خلال الأيام اللي جاية. واحدة بالحالة دي هتقدر تاخد منها حاجة مفيدة؟